طيب سؤال درجة حرارة 200. حلو. مرحلة إصابتك بمرض الدرن، صح مسمى كذا؟ كيف كانت وكيف تجاوزتها؟ أول شيء اللي الحاجات اللي تصيبك في الحياة، كل أي شيء يصيبك في الحياة أجر وعافية ودارس، وبنادم ضعيف لو تجيك شوكة في رجلك ما أدرك أنت ليه. فأنا قبل ممكن 10 سنين الدرن طبعا مرض شائع، جاني بلا في تجيني أعراض زكام إنفلونزا، حرارة وكأنه إنفلونزا، فهمت؟ وروح المستشفى ما يكشفون ما فيك شيء، يعطوني علاج علمي منوموني، عزلوني عزل ممكن 20 يوم. فأول 3 أيام أخذت علاج طبت رجعت طبيعي، الأعراض فيني أعراض إنفلونزا طبيعية. بعد 20 يوم وأنا في العزل دخل علي الدكتورة لابسين ملابس تقول في الفضاء، عرفت ذي النوم في الفضاء، انا مستانس واكلم بالجوال اموري طيبه لي الحين 20 يوم طبت ما في شيء القط ولا يطلع. المهم يدخلون علي قال يا نواف انا مستانس الحين جالس، قال نواف كيف حالك؟ قلت بخير. قال يا نواف انت انسان مؤمن بالله، هو قالها ولا ما قال؟ انا مؤمن بس يوم قالها يا ود رجليني تموت اكيد، شريط الحياه يمر على فصدق بنادم ضعيف. قلت ايوه. قال حنا انت مؤمن بالله، احنا لقينا في صدرك كهف يعني اتوقع زي الانتفاع، والاله اللي تجزرك الامير ما هي عندنا اللي تقص صدرك عشان لا انا لو كانت عندهم ما بوافق على طول، لان انا ما احب احد يشيل همي، فهمت؟ عاد وقتها 20 يوم نوم اهلي ما يدرون، امي كانت تكلمني كنت اقول انا رايح الدوام جاي من الدوام وانا في العزل، فما احب اني اخليهم يشون همي. فطلعت قالوا حجزنا لك مستشفى ثاني متخصص في الامور هذه. فبعد فتره يعني رحت رجعت مستشفى ثاني ولقوا الحمد لله تعالجت منه واموري طيبه. هو مرض بسيط جدا يعني. اكيد نعم. وسمعنا ان الوالده تاثرت يعني كبير وكانت طبيعي. وكيف هي يعني تاثرت يوم درت اني كنت اعاني، فهمتني؟ فانا يعني ما انا اولى من معناه، فالله يطول عمره ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. ورسالتك لها طيب الحين رسالتي الله يخلي سنة طول عمرك ويجزات خير على صبرك علينا. يعني الله يعطيك العافية. طيب أبتي والله أنت حسب الفقرة قائمة على البكاء نحيب. ها لا حنا ودنا ترى الفكرة من الفرن أن نتعرف على في لحظات صعبة عند الإنسان مرت أو مر فيها، صح؟ ممكن ما يفصح عنها. أيوة كيف تجاوزها؟ هذه فرصة من الواقع يمكن ما يطلع بعض اللقطات أو الكلام والحديث هذا، فمهمتنا بهذه الطريقة يعني. في إنسان عزيز عليك مرة وكانت تشغل